بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في قناتنا. إذا كتاب القراءة صفحة 20، طبعا تلميذ سنة ثالثة متوسط، أعملوا مع بعض أنتج كتابيا. التحق بقسمكم تلميذ جديد، لم تمر أيام حتى ظهرت منه تصرفات مشينة، ثم عرفتم أنه حول إلى متوسطتكم بعد عرضه على مجلس التأنيب، فهو بحاجة لمساعدتكم كي يبدأ صفحة جديدة. سود فقرة ترحب فيها بتلميذ جديد وتبين دور الاجتهاد الدراسي في الوقاية من الآفات الاجتماعية، ثم حررها موظفا عددا من الأفعال الماضية متنوعة البناء. إذا سويت فقرة يعني كتبوا معلومات ضرورية أو نقاط ضرورية، ثم قوموا بتحرير هذه الفقرة. أعطيكم فقرة أنا مباشرة. إذا التحق مؤخرا بقسمنا تلميذ جديد له تصرفات مشينة، فقررنا أنا وزملائي مساعدته كي يبدأ صفحة جديدة، وقد أظهرت له كل التعاطف والحب والاحترام حين قلت له: أهلا وسهلا بك في قسمنا يا صديقي، لقد علمنا أنك تعرضت لمجلس التأديب، ولذا عليك بالرجوع إلى الطريق الصحيح بعد إيمانك بقيمة الدراسة وأهميتها، وبأن تتوقف عن عادتك السيئة وتشعر بالمسؤولية، ثم تتخلص من الأخلاق المذمومة. وما تعرضت له في مؤسستك السابقة ليس مبررا لتفقد كل ثقتك بنفسك وتزيد من توغلك في الوحل، بل ينبغي أن تستفيد من هذا كله وتحرص الآن على القيام بما ينفعك في مستقبلك، والاجتهاد في الدراسة سيجعلك قادرا على مواجهة الصعاب والتغلب على كل العوائق، ونحن معك يدا بيد لنصل معا إلى العلا. فيا صديقي العزيز، لقد حان الوقت كي تفرق بين الأخلاق الكريمة والسيئة والذميمة، وأن تحافظ على صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار. هكذا تصل إلى أهدافك وتطور من شخصيتك. ولا تنسى أن الرغبة في التعلم المستمر والمكسوة بالأخلاق الحميدة هي مفتاح النجاح. فلنبقي رأسنا مرفوعا من الآن، ولتكن صديقا عزيزا لنا. تفوقنا هو تفوقك ونجاحك هو فخر لنا. هذه هي تلاميذي، دخلكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.